السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى تعالوا بقى نعمل مع بعض كده صينية جلاش بالفراخ كده بطريقة حلوة قوي. لفت الجلاش دي بقى عندي بقى لها فترة في الفريزر، وبصراحة بقى مش هعرف اعمل منها حاجة، يعني مش هعرف الفها لانها ايه اتبهدلت معايا شوية. فانا بقى ايه طلعتها كده من الفريزر، هقطعها بقى بالشكل ده شرايح كده بالشكل ده. انا بقى هحشيها ايه بالفراخ وهحشيها بالبطاطس. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو يعني، وما تنسوش بقى تكتبوا لي تعليق حلو وتحطوا لي اللايك. هي اللفة دي كده نص كيلو، هقطعها بقى بالشكل ده وهبدأ بس ايه هفردها من بعضها بحيث ان انا ايه افكك الشرايط بتاعتها من بعضها. يعني زي ما انتوا شايفين هي بصراحة ايه كانت مهرية معايا شوية، فما كنتش اعرف ان انا ايه احشيها واعمل بها اي حاجة يعني، فقلت اعمل ايه بها اكلة سريعة كده. ده بقى كده كان طبق بني عندي، طلعته بصراحة قطعته بقى شرايح شاورما زي ما انتوا شايفين بقى بالشكل ده، وهبدأ اتبل. توابل بقى معايا معلقة صغيرة توم بودر، ومعلقة كبيرة بصل بودر، ومعلقة كزبرة، ومعلقة صغيرة كمون، ورشة قرفة كده انا بحب القرفة، وملح، ومعلقة صغيرة بهارات فراخ. دي كده التوابل معايا يعني. لو عندك حبهان مطحون حطي ايه ربع معلقة صغيرة كده، بيديله ريحة حلوة قوي. انا بقى حطيت معلقتين خل وحطيت عليهم التوابل ومعلقتين زيت، وهقلبهم مع بعض، وهبدأ بقى اخففهم افككهم بكوباية صغيرة ايه مية، دي ربع كوباية كده ربع مج يعني. هقلبها بقى، دي تتبيلة سريعة كده وخفيفة للشاورما يعني. هقلبها بقى وهنزل بقى بالشرايح الشاورما، احطها في التتبيلة واسيبها بقى في التتبيلة. انا بصراحة سبتها 3 ساعات يعني. انت بقى ممكن تتبليها مثلا من بالليل وتعمليها الصبح، كل ما بتسيبها في التتبيله بتطعم شرايح الشاورما معاكي يعني. دي بقى طاسه كده هحطها على النار، احط فيها معلقتين زيت وهسخنها كويس قوي، هسخن الزيت كويس قوي، وهبدا بقى انزل بقى بالشاورما بالشكل ده. بس ايه هفرد الشاورما كلها في الطاسه بحيث ان هي تاخد صدمه كده، مش هقلبها على طول عشان ما تنزلش ميه يعني، تاخد الصدمة بس الفراخ كده تاخد الصدمة او لونها يتغير معايا. هبدأ بقى اقلبها على الاتجاه التاني يعني. معلش بقى، هي بصراحة كانت عايزة طاسة تيفال لانها ايه لزقت مني شوية في الطاسة الالمونية يعني. لو طاسة تيفال يبقى احسن وافضل يعني. ده كده بصل انا مقطعاه جوانح، بصل احمر وبصل ابيض، البصل المتوفر عندك يعني. نزلت بقى بيه بالشكل ده على الفراخ، وهبدأ بقى اشوح البصل بحيث بس ان البصل ايه يدبل معايا. وده كده فلفل اخضر وفلفل شطه، لو عندك برضو فلفل الوان اللي هو الاحمر والاصفر برضو حطيه يعني. ودي كده ايه طماطم انا مقطعها برضو ايه شرايح كده بالشكل ده، وهنزل بيها برضو ايه على التتبيل. ويدوبك بس هحط ملح خفيف، خدي بالك من الملح لان انت حاطه ملح في التتبيله يعني، ورشه فلفل اسود ورشه بابريكا. مش هحط بقى اي بهارات تاني لان انا كده كده الفراخ معايا متتبله تتبيله حلوه يعني، فمش هكتر بهارات اكتر من كده. يدوبك بس تقلبيها كده على نار هاديه بتاع 10 دقايق وخلاص، وتبقى ايه حشوه الفرخه جاهزه معاك. دلوقتي بقى نعمل التشربه اللي احنا هنسقي بيها الجلاش. ده كده مج لبن، اللبن ده بقري على فكره مش لبن جاموسي يعني المتوفر عندك. ودي نص كوبايه كده زبده على زيت وبيضايه، ما عندكش زبده ممكن سمنه على زيت، ممكن نص كوبايه زيت اللي عندك يعني. دي رشه كزبره ورش الكمون ورش بهارات فراخ وسنة ملح بسيطة برضو، ما كترش الملح. وهقلب ده كله بقى مع بعضه. انا المفروض كنت احط معلقة صغيرة بيكنج بودر، انا بصراحة نسيت وطلعت معايا حلوة يعني، فانتوا بحط معلقة صغيرة كده بيكنج بودر بتبقى حلوة قوية يعني. انا نسيت بصراحة بس الحمد لله كانت جميلة معايا. ده البايركس كده الصينية اللي انا هعمل فيها، دهنتها كده دهنة من الزبدة، ممكن تدهنها زيت بقى سمنة اي حاجة يعني. وهبدأ انزل بس بنص اللفة كده جلاش، وهبدأ بقى اسقي بالتشربة اللي انا عاملاها. تسقي بقى جلاش كويس قوي بحيث انه ايه يشرب التشربة كده ويستوي معاك يعني. هجيب بقى الحشوة بتاعتي وهنزل بيها بقى على الايه على الجلاش بالشكل ده. هبدأ بس افرد الحشو بتاعي في قلب الصينية،
ممكن انتي بقى ايه تحشيها مثلا خضار مع لانشون، ممكن تحشيها مثلا لحمة مفرومة، كبد وقوانص، قطع فراخ اللي متوفر عندك يعني. ودي بقى بقية اللفة كده بتاعت الجلاش، نزلت بيها على الحشو وهبدأ بقى اسقي ايه بقية الجلاش ببقية التشريبة يعني. بس ما تنسيش تحط البيكنج باودر لانه مهم بصراحة، بس انا نسيته وبصراحة برضو كانت جميلة معايا يعني. متنسوش بقى تدعموني بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة. دي كده جبنة موتزاريلا بصراحة كانت موجودة عندي في الفريزر، فحبيت ايه ان انا احطها يعني. لو مش متوفر عندك جبنة عادي ما تحطيش، مش هتفرق. عندك ميكس جبن برضو عادي. دي كده صينية تانية انا عاملها، دي بقى بطاطس مسلوقة قطعتها مكعبات، وشرايح بقى فلفل، وشرايح طماطم، وشرايح بصل، وبقدونس، وهبدأ بقى احط برضو بهارات فراخ، ورشة كزبرة ناشفة، ورشة ملح خفيفة، وهقلب الخضار بقى مع بعض، وهحشي برضو بيه صينية تانية. دي حشوة برضو اقتصادية وحلوة قوي يعني. لو ما عندكش فراخ مثلا ممكن تعملها بالحشوة دي برضو. صينية دهنتها زبدة، ودي لفة تانية كده، دي لفة تانية يعني. عملت لفة صينية بالفراخ ولفة جلاش صينية بالبطاطس. برضو نزلت بالشرايح الجلاش وسقيتها برضو نفس الكمية بتاعة التشريبة اللي عملتها الأول صينية، برضو عملتها لتاني صينية، ونزلت بقى بالحشو وبقيت الجلاش على الوش يعني. كل صينية خدت مني مج لبن ونص زبدة على زيت وبيضاية وشوية توابل وملح لكل صينية، ده مقدار الصينية يعني. وبرضو هسقي برضو الجلاش بالشكل ده بقية التشريبة كده، وهدهن برضو ايه وهرش برضو على الوش جبنة موتزاريلا بالطريقة دي كده والشكل ده. عايزة اقول لكم انا عملتها بصراحة كانت عشوة، ما عملتش جنبها اي حاجة، وما شاء الله فاضت كمان لتاني يوم. دول بقى صينيتين معايا بالشكل ده. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. انا بقى سخنت الفرن 10 دقايق، وبعدين شغلت الارضية هديت عليها، ولحد ما الارضية ايه احمرت معايا كده رحت قايدة الشواية، خدت ايه وش معايا، ما كملتش بتاع 12 دقيقة في الفرن وكانت جاهزة معايا بالشكل ده. سبتها بس تبرد شوية وهبدأ بقى اخرطها بالشكل ده واقدمها معاكم. ما شاء الله بقى طالعه جميله وهشه، رغم ان انا نسيت احط البيكنج باودر، بس ما شاء الله طلعت هشه وحلوه قوي معايا يعني. والجبنه الموزاريلا اديتها وش حلو قوي. انت ممكن بقى تحطي الجبنه الموزاريلا في قلب الحشو من جوه يعني، لو حابه تحطي الحشو من جوه جبنه مش حابه تحطيها على الوش برضو اللي يريحك. دي كده اول صينيه معايا اللي هي بالشاورما. هجيب بس الصينيه اللي هي بالبطاطس والخضار برضو جاهزه معايا، هبدأ برضو خرطها، بس انا سبتها تهدى شوية بصراحة، وهبدأ بقى اقدمها برضو. ما شاء الله اقتصادية وحلوة قوي، ما تربطيش نفسك مثلا ان هي محتاجة فراخ او لحمة مفرومة، ممكن بقى بشوية خضار عندك في التلاجة، بطاطس مسلوقة زي ما انا عملتها كده، لانشون مثلا وزيتون وجبن اللي متوفر عندك اعملي بيه. واكلة برضو سهلة وسريعة كده واقتصادية يعني. يا رب بقى الفيديو النهاردة يكون عجبكم يعني، ونال اعجابكم، وجربوه بقى واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم يعني، وتحطوا لي اللايك بقى، وتشتركوا لي في القناة بإذن الله يعني. كل سنة وانتم طيبين جميعا. دي بقى شكل الخرطة معايا من جوه، هشة بقى وجميلة كده، والحشو مستوي وجميلة ما شاء الله. بألف هنا عليكم وعلى اولادكم يعني. ودي بقى اللي انا عاملاها بالبطاطس والخضار برضو ما شاء الله جميلة قوي. انا بصراحة كان في نيتي ان انا اعملها بالفراخ، بس كان عندي بطاطس فقلت اعمل صينية كده وصينية كده. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة.